مساء الخير. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك. هنتكلم عن شخصية ثانوية ما فيش زيها كتير، أحبالها الصوتية أحبال ذهبية انفردت برنتها الخاصة لتكون من أشهر الوجوه اللي موجودة على الشاشة فعلا. ليها بعض الجمل المشهورة جدا اللي الأطفال فاكرينها عن ظهر قلب، زي مثلا صباح الخير يا ماما نجوى ومساء الخير يا ماما نجوى، والشخصية بتاعته سهلت جدا في إيصال المعلومات المهمة للأطفال بأسلوب السهل الممتنع، وسهلت عليهم مهمة تربية ولادهم على مدار سنين طويلة. بقت قدوتهم اللي الأطفال مستنينها على الشاشة بلهفة وبراءة شديدة. وشارك ماما نجوى في مسلسل الأطفال المشهور وعمل سلسلة من الحلقات الخالدة برونق وجمال منفردين ومنقطعين النظير. المشاكس الصغير اللي كان اسمه بقلوز اللي جسد دوره ببراعة فائقة وإتقان مبهر. الجندي المجهول الفنان الراحل سيد عزمي. الفنان سيد عزمي مولود في 13 أغسطس سنة 1935 في حي الحلمية في القاهرة. اتخرج من كلية حقوق جامعة عين شمس سنة 1958. اشتغل في فترة من الفترات في التمثيل، وتعين في مسرح التلفزيون سنة 1961، وبعديها انضم للجيش خلال فترة الحرب من سنة 67 لحد 73. حسب الكاتب بلال فضل في برنامج الموهوبون في الأرض، انفصل من شغله خلال وجوده في الجيش بسبب عدم التزامه باللائحة، لأنه ما قدمش طلب حفظ وظيفة. بعد الحرب اشتغل بشهادته في الإدارة القانونية في وزارة الداخلية. والكاتب الكبير يوسف السباعي أعاده للتلفزيون مرة تانية سنة 1974، واشتغل بهيئة ثقافة الطفل وقدم العديد من المسرحيات والأغنيات للأطفال. بعد النجاح الجماهيري الأول ليه من خلال شخصية بقلوز مع ماما نجوى، بقى صوته مشهور جدا، لكن صورته ما كانتش معروفة للجمهور. وقال عزمي في حوار قديم لي ان هو استلهم صوت الشخصية دي من رجل على معرفة به، ولان طموحه كانت اكبر من شهرته. من خلال شخصية بقلوز بدأ في العمل في بعض المسلسلات من خلال أدوار صغيرة، زي مثلا حكاية ميزو سنة 1977 وأبناء الأعزاء شكرا سنة 1979. بدأت رحلته مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في مسلسل أبواب المدينة سنة 1981، وفضلت العلاقة دي مستمرة مع الكاتب أنور عكاشة لحد مسلسل المصروية. الكاتب بلال فضل أوضح في برنامجه أن أجر الفنان سيد عزمي في التلفزيون كان 18 جنيه في الشهر، ولما لقى أن 18 جنيه دول مش مكفيينه ومخليينه أنه هو ما يشتغلش في بقية المسلسلات اللي ممكن تكون تحقق له فلوس أكتر، قرر أنه هو يقدم استقالته. ولكن العاملين في مزبيرو رجعوه تاني للبرنامج وزودوا المرتب بتاعه، وتوقف بعدها باربع سنين. خلاص يا بقل، أرجوك سيبيني دلوقتي، خليكم تسمعوا الحوار. خلاص يا بقل، أنا هروح برنامج تاني. خلاص يا بقل معلش. لا معلش، أنا مش هقول. مش قادر أواجه الموقف. مش قادر تواجه الموقف؟ أنا هروح. لا مش قوي كده يا بقل، لأن في أصدقاء مش كتير، لكن في اصدقاء برضه ما تعلموش الحكايه دي. انا اروح برنامج سلوكيات مع مدام ملك. والحقيقه ان الفنان سيد عزمي في خلال مسيرته الفنيه كان مؤثر جدا في السينما. ما اشتغلش الا في فيلم واحد بس، هو انذار بالطاعه، من خلال شخصيه سيد والد الفنانه ليلى علوي في الفيلم. من ابرز اعماله في التلفزيون طبعا ليالي الحلميه، رأفت الهجان، ارابيسك، خالتي صفية والدير، أبو العلة، الزيني بركات، أهالينا، الحاوي، الوسية، الحب، وأشياء أخرى. بحسب برضو الكاتب بلال فاضل، إدمانه للتدخين المفرط اتسبب في إصابته بورم في الغشاء المغطي للرئة، وقعد في المستشفى وكان حزين لعدم سؤال زميله عليه إلا الفنان سيد عبد الكريم وأسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ. وبعد انتشار الأمر ده تدخلت النقابة ودفعت قسطين من مصروفات المستشفى. بعد كده رجع للعمل تاني وقدم مسلسلات زي العندليب وحدائق الشيطان والمصروية، وكانت آخر أعماله مسلسل حكايات بنعيشها.
أعلن اعتزاله الفن في 2010 بعد ما الريجيسير قدم له دور وبعت له الدور ده في ورقتين وما بعتلوش النص كله السيناريو كله، وده اعتبره إهانة ليه ولتاريخه ورفض العمل ده. بالنسبة للحياة الشخصية للفنان سيد عزمي، قالت بنته ريهام في لقاء من اللقاءات الصحفية اللي تمت معاها: أبي ما خلفش غيري، أنا وأختي أزار، والدتي على المعاش، ولكن بابا كان ما بيحبش إن هو يذكر حياته الشخصية في الصحف ومجال الإعلام، وعشان كده بنته قررت إن هي تحتفظ باسم والدتها احتراما لرغبة والدها رحمة الله عليه. أما بالنسبة لأحفاده عشقوا الفن زي جدهم. ريهام بنت الفنان الراحل قالت: أختي خلفت يوسف طالب في الجامعة وبيعشق الخيل، ولما في الإعدادية بتعشق فيديوهات التيك توك، ومن المحتمل إن لما تكون ورثت الموهبة الفنية من جدها. وقالت ريهام كمان بنته إن هي خلفت زياد عنده حوالي 7 سنين وجمانة عندها 2 سنين وهم عايشين برا مصر. وقالت إن والدها اتخذ مسيرة تلفزيونية بشكل مختلف تماما وهام، وأصبح جزء أساسي من شراكة طويلة مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في أغلب أعماله. المهم إن الحالة الصحية للفنان سيد عزمي الدهوار الثاني وفقا للكاتب بلال فضل، ورجع للمستشفى مرة تانية وما شكرش إلا 2، نجوى إبراهيم ونجلاء فتحي، اللي اهتموا بيه وبعتوله شيك برغم إن هما لم يجمعهم بيه أي عمل، في حين إن هو لام الفنان عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد السقا. وكمان شكر الفنان أحمد حلمي على اهتمامه بعد ما بعت له سيناريو فيلم وقتها كان مطب صناعي لكن شاف إن الدور صغير وغير مناسب ليه. أما بالنسبة عن وفاة الفنان سيد عزمي، فاتوفى في ظهر يوم الخميس يوم 2 نوفمبر بعد صراع طويل مع المرض، وفاته المنية وانتقل لرحمة ربه، وتشيعت الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم شرق القاهرة، لأنه بعد انتهائه من آخر عمل دخل في صراع عنيف مع المرض لحد ما توفى. دي أهم المحطات في حياة الفنان سيد عزمي، واحد من أهم نجوم الدور الثاني على الإطلاق. أنا أتمنى أن أنتوا تدعوا له بالرحمة وتدعوا بالرحمة لكل اللي أنتوا بتحبوهم وأنتوا فقدتوهم. حلقة النهاردة خلاص خلصت، شكرا ليكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.